بسم الله والحمد لله والله أكبر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا أمر إليه، يجتنب الأمر الطاغوت، أبعد على كل ما هو لا يعتبر الله هو الخالق وهو الآمر وهو الناهي وهو الرقيب وهو الحسيب وهو ينفع ويضر، انشبه بالم الطاغوت هو له الأمر كله وله غضب لا يمنع منه حد، وله من القدسية ما يجعل المؤمن به يتقرب إليه بالقربان والقربان ويعتكفون عليه، لعل بالاعتكاف ذاك قد ما يطول ويدل صاحب الاعتكاف كلما الصلاة ذاك رضي الله رضي عنهم وأرضاهم وهو لا يفهم شيء من هذا المطلوب منه. إن شاء الله نصف يوم من الأيام تذكروا هؤلاء الأرباب الذين هل لهم أيدي يبتشون بها، أرجل يسعون بها، آذان يسمعون بها، أعين يبصرون بها، قلوب يفقهون ويعون بها، والمجر إن شاء الله يوم من الأيام نصروا لهذا الموقف العظيم، موقف كشف أحوال الأصنام بكل ألوانها وكل فنون التي وصلت إلى عقول خريبة، إلى عقول مسيطر عليها إبليس، فأنسى ذكر الله. وهؤلاء الذين اليوم يدعون الإسلام أعداء الإسلام لأنهم لم يعترفوا ولو لحظة بمن هو الإله الحق الخلاق والآمر الناهي، وأعطاهم الخيرات ووسع لهم وفتح لهم الأبواب واستجاب لأدعيتهم اللي يطلبوا فيها السيطرة في الكون، اللي شاف السيطرة كلاب وأشر حال من الكلاب، وأغلبهم من أهل السياسة وأهل الإعلام. اليوم عنصر التخريب في العموم إلا من رحم ربنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.